تعالوا نروح لحدوتة حلوة جدا. مش انا دايما اقعد اقول لكم يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى شاء بقدرته في عليائه ان المصريين دول يبقوا يطلع بقى فيهم جين مختلف يطلع الجين مش مختلف مش موضوعي، لكن انا دايما بقول لك ايه، العلماء المصريين مبدورين في الاكاديميات الكبرى والجامعات الكبرى والمراكز البحثيه الكبرى في كل حته في العالم، وسمعه المصريين والعلماء والباحثين المصريين من افضل واعلى وارقى السمعات على مستوى العالم. واقدر اقول لك بمنتهى الجزم والدقه مصر اكبر مصدر للعقول في العالم، مش بس الشبان الطلبة النبيين اللي بيسافروا علشان يتعلموا في جامعة برة أو يدرس الماجستير أو الباحثين الكبار العلماء. طيب ده على مستوى العالم مبدورين كده. عالم مصري في ألمانيا، عالم مصري في ألمانيا ينجح في تقليص العلاج الإشعاعي لحاجة اسمها ليمفوما الجلد، من 70 يوم علاج إشعاعي لتمن أيام فقط بإذن الله سبحانه وتعالى لا غير، وبنفس الكفاءة وبنسبة أعراض جانبية بقى أقل، يعني أبقى بنفس الكفاءة والعرض الجانبي أقل. دكتور خالد عبد السلام استشاري العلاج الإشعاعي والأورام بجامعة لا أستطيع نطق اسمها، أولا لأن مكتوبة قدامي باللغة العربية بصراحة، الحاجة التانية أنا خاف أنطق ألماني غلط وأنا معرفش ولا كلمة ألماني على الإطلاق، لكن دكتور خالد غني عن التعريف. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ يوسف، مساء الخير. مساء النور، إزاي الصحة؟ الحمد لله تمام أستاذ. الجامعة اسمها إيه؟ لأن أنا لما أجي أقراها عربي أو أقراها إنجليزي هنطقها مانستر، فأنا مش عارف النطق كده بالألماني يبقى اسمه إيه؟ اه فعلا مونستر هي فعلاً؟ مدينه في المانيا بقى لها 1400 سنه تقريبا، في عامله توأم مع اكثر من 18 مدينه برضه في مدن العالم، في المونستريه برضه في تونس هي برضه نفس الاسم يعني. رائع جدا. عايزين نتكلم على النجاح اللي حضرتك قمت بيه بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى في مساله تقليص مده العلاج الاشعاعي للليمفوما الجلد بدل 70 يوم ل 8 ايام. عايز اتكلم اكتر على ده وعايز اعرف هذه الابحاث استمرت لمده قد ايه يا دكتور. تمام يا استاذ يوسف، شرف ليا بصراحه اكون مع حضرتك النهارده. ربنا يخليك. هي الابحاث بدات من بعد ما وصلت المانيا بسنه، انا خريج طب اسكندريه 2006 وسافرت بعد انتهاء الخدمه العسكريه بتاعتي يعني سنه 2010، وصلت المانيا واكملت التخصص بتاعي في مجال العلاج الإشعاعي، بدأت 2010-2015. الأبحاث بدأت من تاني سنة على طول يعني الحمد لله، من 2011 خلصت أول بحث 2015، قارنت فيها الجرعة القديمة اللي اخترعها عم الرئيس الأمريكي السابق جون ترامب، هو اللي حط الجرعة التقليدية من 70 سنة، والحمد لله قارنتها بالجرعة البسيطة اللي هي 8 أيام فقط، ونجحنا في 2015 بالتوازي مع جامعات أمريكية وكوبنهاجن إن احنا نتأكد إن الجرعة البسيطة فعالية برضو زي الجرعة القديمة اللي استخدمها جون ترامب، وأثرها الجانبية أقل بشكل ملحوظ، ويمكن تكرارها كمان أكثر من 3-4 مرات مدى الحياة. ده حاجة كويسة جدا. طيب أنا هيبقى في عندي برضو سؤال، هذا العلاج أو هذه الطريقة في العلاج وهذه الجرعات عمليا تصبح معتمدة وقبل للتعميم بشكل عام في سبل العلاج لهذا المرض؟ فعلا يا أستاذ يوسف، احنا بدأنا في كتابة الجايد لاينز الألماني من 2016، ومن أول 2016 دخل فيها البروتوكول دوت، وأنا شاركت في كتابة البروتوكول الألماني برضو 2021-22، وفي الجايد لاينز الامريكان NCCN موجوده برضو الجرعه بتاعتنا، وعاملين استشهاد بالبحث بتاعنا الحمد لله من اكثر من كذا سنه، يعني جميع دول العالم بدات تستخدم الجرعه دي. وفي الزياره بتاعتي لمصر العام الماضي برضو في ايادي المستقبل في اسكندريه، تحدثت مع الزملاء هناك، هم كانوا بيدوا يعني جرعه معتاده لغايه دلوقتي، بس فهمتهم ان الجرعه البسيطه هتخفف الويتنج ليست في المراكز الاورام في مصر بالذات طبعا. الدول الناميه بحيث انها بتاخد 8 ايام بدل 70 يوم. والله طبعا يعني حتى التوجيهات الرئاسية بالقضاء على قوائم الانتظار بشكل عام، فما بالنا حتى في أهالينا اللي ممكن يكونوا بيتلقوا هذا النوع من العلاجات لهذه الأمراض، أكيد هم في أمس الحاجة
الى انه ما بقاش في قوائم انتظار. والله صحيح دكتور بالضبط، هو كده. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه، بس انا يمكن هحتاج منك ايه رايك في الكلام اللي انا قلته في الاول، ومش عارف حضرتك سمعته ولا لا. قلت احنا ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بعقل مختلف، فالمصريين في كل حته بالمصري القديم كده يقول لك بيبينوا الاماره، طول الوقت عندنا علماء في كل مكان، صح؟ بالفعل. انا حاسس برضو يعني كل المجالات مش طب بس كمان، صحيح. يعني في المانيا حوالي 1800 طبيب مصري ما شاء الله، يعني في مواقع مختلفه عاملين برضو شغل افضل مني كمان، ورافعين علم مصر في كل الدنيا. تواضع العلماء يا دكتور، ادامه الله عليكم. ربنا يخليك، تسلم استاذ يوسف، شرف. لازم يا فندم لما تنور مصر مره تانية في زياره قادمه لازم نشوفك باذن الله. حقيقي. شرف ليا استاذ حقيقي، ده احنا اللي نتشرف ان شاء الله. كل الشكر ليك يا دكتور خالد. دكتور خالد عبد السلام، استشاري العلاج الاشعاعي والاورام بجامعه مانستر بالمانيا، اقدر كده اقولها لكم النطق السليم، خريج كليه الطب جامعه اسكندريه. فهمت انا بقول ايه؟ طيب خدت بالك دكتور خالد قال لك ايه؟ قال لك في غيري هنا في المانيا 1800 طبيب وكلهم في مواقع مهمه جدا في المنظومه الصحيه في المانيا. عرفت قيمتك ولا لسه؟ انت المواطن، انت اللي بتتفرج، عرفت قيمتك؟ هتشتغل على نفسك وهتبذل المجهود وعاوز بجد تتعلم وعاوز تغير، هتغير. امال دكتور خالد ابن طب الاسكندريه عمل كده ازاي؟ اهو مخ مخ وغير وغير وغير، ومن كليات كتير منتشرين في كل حته في الدنيا.